خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت السيدة إيمان الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة أن توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين البحريني والإسرائيلي سيسهم مستقبلا في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. في إطار رؤية سيدة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المسجة حفظه الله ورعاه، والتي تقوم على مبدأ تعزيز فرص السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، تم يوم الأحد موافق 18 أكتوبر 2020 عقد الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها وفد مشترك من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، والتي تمت تجزئة فريق العمل إلى ثلاثة فرق عمل منفصلة، حتى تم خلالها إجراء نقاشات موسعة لوضع أطر للتعاون الثنائي بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في العديد من المجالات، وذلك لتحديد القطاعات والتي من شأنها أن تؤسس لقاعدة من التعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصلحة البلدين ويسهم في تطوير مستقبل العلاقات بينهما. هذا وقد ترأس الجانب البحريني في فريق العمل الثالث المعني بشؤون التجارة والأعمال المصرفية والسياحة والزراعة، والذي ضم عدد من كبار المسؤولين والممثلين عن عدد من جهات معنية، وتم تقسيم الفريق إلى مجموعات فرعية متخصصة للتباحث في مجالات العمل والتعاون المشترك في هذه القطاعات. تم خلال هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين، قام بالتوقيع عليها من جانب مملكة البحرين سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة الموقر، حيث تهدف مذكرة التفاهم هذا إلى زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات والتعاون بين الجهات المعنية في كلا البلدين في عدة مجالات، ومنها التجارية والصناعية وتنمية مؤسسات صغيرة والمتوسطة والابتكار والسياحية والزراعية والمواصفات وغيرها من مجالات ذات الصلة للمساعدة في تطوير علاقات اقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين.